المسابقة يلي عم بتصير على صفحة الفيسبوك بيج لام تي في الايف، إذا بعد ما عملتوا لايك فوتوا عملوا لايك. كل جمعة بنحط سؤال وكل نهار جمعة ناتالي عم تعطي الجواب الصحيح. هاي ناتالي، هاي، كيفك تينا؟ صباح. شو السؤال اللي بعده موجود لبكرة بعد عمر المجال؟ السؤال هو عن كمية الألياف بنوعين من الفواكه المجففة. أول شيء صباح الخير للجميع. أكيد لكل الأشخاص اللي بيهمهم إنه يجاوبوا، في احتمالين هالسؤال. أول احتمال هو الكرامبري المجفف أو الزبيب المجفف اللي بدون بزر، لأنه أكيد نحن بنعرف أنه البزر بيزيد من نسبة الألياف. لكن للي بيهمه أنه يشارك بيدخل على صفحة الفيسبوك بيج على صورة الكومبيتيشن اللي انحطت نهار الجمعة الماضي، وأكيد ما ينسوا يحطوا الإيميل أدرس. بكرة بعطي نتيجة هالمسابقة، والشخصين اللي رح يربحوا معنا المسابقة بيربحوا معنا شهر اشتراك بـ The Little Gym بالحزمية أو عشاء أو عشاء بيومي بمونو. نحن الأسئلة عم نحطهم دايماً عم بيكونوا واحد من مواضيع أوريدي صح حكيت عنا أنا، خاصة بكون حكي عنا يمكن قبل بيومين أو نهار. فينا نقول إنه سؤال بكرة رح يكون من موضوع اليوم أو مش ضروري؟ ممكن ممكن إنه يكون من موضوع مستوحى من موضوع اليوم أو من موضوع الأسبوع الماضي، لأنه بالنهاية أنا بلاقي إنه هيدي وسيلة للأشخاص يمكن تفتش تتعلم بطريقة معلومات معينة جديدة. أكيد معلومات جديدة أو تصلح معلوماتهم. مزبوط. وبالنهاية نحن الشغل اللي عم نعمله بفقرة بالانس هي إنه ساعد المشاهدين يصير عندهم معلومات غذائية كرمال تيفيدوا صحتهم. دونك هيدي طريقة بعتقد أخذت good impact. دونك بعتقد إنه it's a good thing. موضوعنا اليوم لكن عن التغذية، ولكن تحديدا للسيدات فوق الأربعين. فوق الأربعين صح. ليه بيختلف النظام الغذائي ناتالي بين عمر وعمر؟ عادة بنفكر إنه قبل المينوبوز ما في تغيرات، والسيدات حتى إذا وصلوا لعمر الأربعين بيضلوا احتياجاتهم نفسها. يعني ما كثير من فرق بين الثلاثينات والأربعينات. صح مزبوط، ما منفرق كثير. هلأ يمكن في سيدات تنتبه أنه صار في تغيرات بجسمها على عمر الأربعين، بس لازم نعرف أنه تنقدر نحضر فترة مينوبوز بصحة جيدة لازم نبلش من ابتداء من عمر الأربعين، لأنه عادة معدل عمر المينوبوز هو حوالي 50 سنة. هلا أكيد في أشخاص في سيدات ببلشوا قبل، بس المعدل هو عادة على عمر 50، والتغيرات بتصير حتى ابتداء من عمر 30 سنة. يعني تقريبا كل التغيرات ما بنحس فيها. أكيد ما منحس فيها، منحس فيها وقت اللي كتير تكون أخذت مجراها. يعني مثلاً وقت اللي منحكي عن الدهون بالجسم، الهرمونات بتتغير ابتداء من عمر 30، وبتصير أصعب إنه السيدة تضل محافظة على نسبة الدهون اللي موجودة بجسمها. تقريباً كل سنة ابتداء من عمر 30 بنخسر حوالي نص كيلو من العضل. اذا نحن ما حسننا مثلا الرياضه او تغذيتنا بشكل يتلائم مع هالتغيرات الجسديه. نفس الشيء كرمال نسبه الكتله العظم، يعني وقت اللي بنحكي عن كثافه العظم ما لازم البون دنسيتي ما لازم ننطر تنصير بعمر 50 تنبلش ننتبه على كميه الكالسيوم اللي عم ناخذها، لانه ابتداء من عمر ال 30 وحتى قبل بنبلش نصرف مخزون الكالسيوم اللي نحن عندنا. ولكن في كثير اشخاص بيفكروا انه مخزون الكالسيوم بعد العشرينات خلص، يعني حتى لو كفينا نتناول حليب ومشتقاته ما بيعود ياثر. لا اكيد هيدا منه صحيح، لانه ابتداء من عمر 30 نحن بنكون خزننا تقريبا كميه ماكسيموم، واذا نحن ما اخذنا الكميه اللي نحن بحاجه لها بعمر 30 بعمر ال 40 بعمر ال 50 بصير الجسم ياخذ هالكالسيوم من العظم. سو حتى بعمر 30 ما نقول انا خزنت كفايه لحديت عمر 30. سو لايمتى المفروض نضلنا نتناول حليب واشياء؟ دائما لازم ننتبه، يعني لكل مرحله بعمر السيده في كميات في احتياجات غذائيه مختلفه حسب المرحله العمريه. مثلا بسن المراهقة الصبايا بحاجة لأكبر كمية كالسيوم معقولة شخص يحتاجها خلال مراحل حياته، هي ذاتها الكمية اللي هو بحاجة إلى من بعد عمر
60 او 70 سنه. دونك 1200 ملي جرام كالسيوم منا قليل. المراهقين يعني بسن المراهقه لحديت عمر 18 سنه لانه في فتره نمو نحن بحاجه انه ناخذ هالكميه اللي نحن بحاجه لها كرمال تنوصل على 30 عندنا كابيتال مفيد. خلينا نذكر برقم التليفون اذا حابين تتواصلوا معنا 04 444 4444. لكن عم نحكي عن مخزون الكالسيوم. عم نحكي عن مخزون الكالسيوم عمر. فاذا السيدات اللي من بعد عمر الأربعين لازم حتى قبل لازم يضلوا ينتبهوا شو عم بياخذوا كالسيوم. ما ينتروا تيصيروا بمرحله المينوبوز بتصير الاحتياجات اعلى وبصير هون يمكن التغذيه ما تعود تكفي، خاصه انه من بعد عمر الخمسين يمكن بيصير في بعض انواع من اللاكتوز انتوليرنس، هيدي نسبه بتعلى مع العمر، يعني ما بنعود نهضم السكر اللي موجود بالحليب، وبالتالي بنصير نتجنب الحليب اكثر واكثر. وبعض انواع الاجبان والالبان امرار، وبنصفي بالاخر ما عم ناكل الكميه اللي كافيه، وهون بصير هيدا ياثر على عظمنا وعلى كثافه عظمنا. سو خلينا ننتبه دائما، السيده من بعد عمر الأربعين لازم تظبط نظامها الغذائي بطريقه انه يتلائم مع احتياجاتها. ما نقول انه شو ما كان النظام الغذائي منيح انا خلص عملت اللازم قبل هلا صار فيني ارتاح، ما فينا نرتاح، بدنا نضل عم ننتبه. باي عمر نتالي ببلش الميتابوليزم يبطا؟ ابتداء من عمر ال 20 سنه ببلش تدريجيا يبطا، بعد العمر ال 40 بنلاحظه اكثر، من لانه يمكن من بعد عمر ال 40 بتصفي الحركه اقل، بتصفي يمكن كمان النمط الغذائي بيختلف، وهيدا بيصير يبين شوي شوي، خاصه اذا كانت السيدات ما عم تعمل رياضه. لانه هون اهميه الرياضه، الرياضه مهمه. ليش؟ لانه كل هالخساره اللي عم نخسرها يمكن بالسنه اللي هي منا كثير كبيره بس مع تراكم السنين ممكن هيدا انه يأثر. شغلة كتير مهمة بما أنه عم نحكي عن العضل وعن الكتلة العضلية، دايما بنفكر بالقدي لازم ناخد بروتينات بالنهار تنقدر نضل محافظين على الكتلة العضلية وما نخليها تدوب، لأنه كمان إذا ما أخذنا ما تناولنا تغذية صحيحة فيها كمية كافية من البروتين هذا كمان بيأثر على الكتلة العضلية. وليش عم من هالقد عم نعطي أهمية للكتلة العضلية؟ لأنه هي اللي بتحرق كالوريز. يعني إذا أنا خسرت الكتلة العضلية عندي أنا بطلت أحرق سعرات حرارية، وهيدي كتير بتصير عند السيدات اللي بيعملوا حمية غذائية كتير عشوائية وبيفوتوا بدوامة اليويو، يعني بيخسروا كتير بيرجعوا بيزيدوا كتير بيرجعوا بيخسروا أكتر. هيدا النمط بيخلي هالسيدات تخسر كتلة عضلية، وهون بتصير المشكلة، بيوصلوا على فترة المينوبوز اللي هي عادة الهرمونات بتخلينا نكدس دهون. يعني بيصير طريقة حرق الدهون بتخف عند السيدة، وإذا هن أوريدي عندهم كتلة عضلية خفيفة بصفي هيدا شيء كتير صعب إنه سيدة وصلت على مرحلة المينوبوز وما قدرت تهتم بوزنها بطريقة صحيحة وبيصير صعب إنه ترجع تخسر وزن. رح ناخد اتصال. بونجور لينا. وي بونجور، تفضلي. بدي اسال مدام نتالي سؤالين. السؤال الاول هو عن الجزر، اذا اكلنا الجزر هلا هو بيعمل اكيد كونستيباسيون، بس انا بعرف انه اذا تاكل عصير معقوله انه ما يسبب الكونستيباسيون او انه هي ذاتها المفروض ذاته بيعمل؟ انت ليه مأكدة انه بيعمل كونستيباسيون الجزر؟ بيعتوه بالاسهال. ما بعرف، هيدي معلومه من بيقولوها بيحكوا عنها. وفي شغله ثانيه، انا بعمل ساعتين رياضه بالنهار، بعملهم بس بالليل يعني بحدود 8:30 بخلص رياضه، بس اكيد انه بحاجه انه ارجع اكل. هلا بتوجه كثير على الجبنه، بيقولوا لي الجبنه انه منها كثير منيحه لانه بتعبي مي بالمسك بالعضل. هل معقول هيدا صحيح ولا لا؟ بتعبي مي بالعضل يعني ايه بتعطي انتفاخ يعني. اوكي، يلا ثانك يو. اول سؤال عن الجزر. سؤال عن الجزر. الجزر فيه نسبه الياف عاليه. يعني اذا اكلنا الجزر ني نحن بنكون عم ناخد كميه الياف مهمه. وقت اللي بنسلق الجزر بتضلها كميه الالياف مهمه بس بتختلف، وبتصير بدل ما تسرع الجهاز الهضمي بتصير يمكن تبطئه بطريقه مختلفه عن اذا اخذناه ني. بيسبب الاكتئام يعني؟ اللي ممكن انه يسبب الاكتئام، او بالاحرى ما بيسبب الاكتئام، بيرجلج حركه المصران. فاذا اذا بهمنا انه نعالج الاكتئام، الجزر
عصير الني منه غلط انه ناخده. العصير عم تسال كانت لينا اذا العصير عنده نفس الافه. هلا بالعصير في موضوع ثاني، هو في نسبه السكر اللي موجود بحيلا انواع عصير، خاصه لانه نحن بنعرف انه بالخضره كمان في نسبه سكريات. العصير ما عنده نفس الافه. هلا ما في الياف بالعصير، وهيدي شغله يمكن من ميلي نحن بنكون عم ناخذ مي، بنكون عم ناخذ يمكن مشروبات فيها نسبه هايبر اوسمولر بتساعد للاسهال، بس ما فيها الياف. رح نكفي سؤال لينا بعد هالوقفه نتكلم. اوكي لكن لينا سالتنا عن الجزر وسالت عن الجبنه اذا بتسبب انه العضل يعبي مي من ورا الجبنه. شو سمع هالخبريه من قبل؟ لا بس هلا ما بعرف، هي عم تقول انه بتعمل رياضه عشيه بتخلص الساعه 8 طبيعة الحال بدها تاكل، اكيد فالهيئة عم تاكل اكثر شيء اجبان من بعد الرياضة. هلا اللي لازم ننتبه له انه من بعد الرياضة مهم كثير انه ناخذ كمية بروتينات، هلا اكيد مش كثيرة وهيدا كنت بدي احكي عنه، بس لازم ناخذ كمية كرمال العضل اللي عادة إذا عملت رياضة ساعتين يعني هي بحاجة انه تضيف كمية أول شيء مي كفايه تيرجع العضل يستفيد منهم، كميه بروتينات. هلا البروتينات اذا كانوا جايين من اللحوم او من الاجبان نفس الشيء، هن بروتينات الجسم ممكن انه يستفيد منهم. يعني اذا تعشت جبنه ولبنه هيدا اكيد ما راح يخليها، انا بعتقد هون هي قصدها انه بنفخ العضل، يعني بتساعد بتكبر الكتله العضليه. هو صحيح نحن بحاجه لبروتينات العضل ينمى كرمال تا يعمل كتله عضليه، بس هيدا مش يعني انه راح تنفخ اذا اكلت جبنه. هي بحاجه لهالجبنه، اهم شيء انه ما تكتر كمية الجبنة اللي عم تاخذها لأنه ما ننسى فيها كمان دهون الجبنة، وهي بحاجة لها لأنه العضل تيضل يشتغل تيضل يعطيها طاقة إذا كل يوم تعمل رياضة نغزي. هي من نغذيه وهي بحاجة له. جينا سؤال تحت الهوى ناتاليا عن صبية بعمر 18 سنة، قدي لازم تتناول حليب؟ عادة هو لازم نتبع مرحلة النمو تبع الصبية حسب بأي مرحلة هي. إذا خلصت البيك جروث تبعها عادة بعمر 18 سنة الصبايا بيوقفوا ينمو، هي بحاجة لحوالي 3 أكواب أو ما يعادل 3 أكواب يوميا من الحليب. إذا ما بتحب الحليب فيها تاخد لبن أو أجبان. سو هيدي الكمية بتستمر أو بدها تخف؟ بتستمر لحديت مرحلة المينوبوز، وقت اللي السيدة بصير بحاجة بتصير احتياجاتها اليومية أكتر. هون عم نحكي المينيموم نحن. نحن عم نحكي هاي الكمية اللي هي لازم تاخدها يوميا. قبل هي بحاجه لاربع حصص، دونك مشان هيك لازم حتى بمرحله النمو او بعدين نضلنا كل يوم ناخذ هالثلاث حصص من الاجبان والقلبين تنوصل لاحتياجاتنا اليوميه. بونجور، مين معنا؟ بونجور ليلى. ليلى بدي عزبك توطي صوت التي في بليز. اوكي. بليز انا معي روماتيزم. نعم. وكثير عالي. وي. وعم باخذ كورتيزون. بدي اعرف شو بدي اقدر اكل او شيء، ما بعرف. قديش صار لك عم تاخذي كورتيزون؟ انا اصلا معي ازمه، يمكن باخذ لي زمان عم باخذ كورتيزون. قديه الكميه؟ هلا عم باخذ 20 هلا ملي جرام. اوكي. بس انا على طول ضل معي 5 ملي جرام. اوكي اوكي. هيدا بس يقوى الروماتيزم بطلع ليهم لل 20، اذا بنزل ليهم شوي شوي لل 50. اوكي مزبوط. بس تيجي الازمه معي بتطلع لفوق اكثر. نعم. اوكي اوكي. اول شغله شو لازم اكل بليز؟ اوكي، اول شغله لازم ننتبه لها هي الملح. اسمعك من التلفزيون. ايه اكيد. ميرسي لاتصالك. ميرسي لاتصالك. اول شغله لازم تنتبه لها هي اكيد الملح، لانه عم تاخذ كميه إذا 20 ملي جرام هي كمية معتدلة من الكورتيزون، دونك بدها تنتبه على كمية الملح بأكلها، هيدي أهم شغلة. بما إنه صار لها فترة عم تاخذ هالكمية لازم كمان تنتبه على كمية الكالسيوم اللي عم تاخده بأكلها، لأنه الأشخاص اللي بياخذوا الكورتيزون لفترة طويلة هيدا ممكن على المدى الطويل يأثر على كثافة عظمهم، سو تنتبه على كمية الكالسيوم اللي عم تاخذ وتنتبه على الدهون، لأنه بالنهاية
هالدواء اللي عم تاخده ممكن انه ياثر على نسبه الدهون بالدم. دونك هول الاشياء الاساسيه اللي لازم تنتبه لها بنظامها الغذائي. هلا اكيد اذا وزنها زايد لازم تخفف وزنها، لانه كمان ممكن انه يصير عندها اشتراكات اذا كان وزنها زايد، ويصير عندها مشاكل خاصه بنسبه معدل السكري بالدم. سو هول الاشياء اللي لازم ننتبه لهم. لكن نرجع على موضوعنا. السيدات بعمر ال 40 سنه في دراسه انعملت تيشوفوا شو هي كميه البروتينات اللي السيدات اللي بحاجه لها كافيه اذا عم تعمل رياضه، كافيه تعود هالبروتينات اللي عم نخسرهم وقت اللي عم نعمل رياضه تضل محافظه على هالكتله العضليه. دراسات فرجت انه اكثر من 30 جرام بالحصه منا بحاجه السيده انه تاخذ كرمال تضل محافظه على الكتلة العضلية اللي هي كنز لازم نحافظ عليه. يعني إذا على الترويقة أخذت نفس الكمية من البروتينات وعلى الغداء وعلى العشاء تقارنت هالكمية بأشخاص سيدات أخذوا 90 جرام على الوجبة، لقوا أنه النتيجة على العضل هي ذاتها. سو ما نفكر إذا أخذنا كمية كتير أعلى من البروتينات رح هيدا يساعد أنه السيدات اللي من بعد عمر الأربعين لازم ياخذوا كميه اكثر تيحافظوا على الكتله العضليه. لا، لازم ننتبه انه اكثر من هالكميه هي نحن منا بحاجه. يعني هالكميه البروتينات موجوده بترويقه متوازنه. اكيد كل سيده حسب وزنها هالكميات بتختلف. يعني انا بنحكي نحن عن معدل 30 جرام، لازم هالكميات تتأقلم مع احتياجاتها ومع الرياضة اللي عم تعملها كرمالتها هي تضل محافظة على الكتلة العضلية تبعيتها. سو منا بحاجة لهالإكسترا بروتين. ونحن عنا كتير ميول إنه نكتر هالبروتينات وهيدا منه منيح. حكينا عن أهمية البروتينات، عن أهمية الكالسيوم. كالسيوم بهالعمر. بهالعمر هيدا كمان في الفيتامين دي أو الفيتامين دي اللي نحن صرنا نعرف قديش في أشخاص عم نلاحظ إنه في نقص بمنطقتنا. مظبوط. هلا السبب بعض الدراسات عم بتحاول تفهم ليش جغرافيا بنظرك. جغرافيا نحن بلد مبدئيا عندنا كثير شمس. صح. وكميات الفيتامين دي اللي عاده عندنا اياها بالجسم خاصه بالشمس. هلا يمكن نمط الحياه ما بنقعد بالشمس، صحيح عندنا شمس. بس الاشخاص بيقعدوا كل النهار بالمكاتب او بالبيت ما بيتعرضوا لكميه. بس ليه الواحد ما بيقدر يعود هالكميه بس من خلال التعرض للشمس؟ لانه لازم يتعرض للشمس بشكل منتظم. مظبوط. كميات كبيره مش كتير كبيره. يعني نحن منا بحاجه لاكثر من 30 دقيقه خمس ايام بالاسبوع اذا كنا نحن اشخاص يمكن ما كتير متعرض للشمس. بس هيدي كمان ما عم تتواجد. النظام الغذائي بياثر على كميه الفيتامين دي بس مش قد الشمس. مشان هيك نحن لازم ننتبه ابتداء من عمر الأربعين سنه وحتى قبل نشوف اذا عنا عم نتعرض للشمس كفايه، عم ناخذ ماكولات بتدعم هالفيتامين دي، مثلا بعض انواع من الاجبان او بعض انواع من الاسماك كرمال تنكون اكيدين انه هالفيتامين دي عم بيدعم الكالسيوم اللي نحن بحاجه له بهالمرحله هاي. نعم. ثانك يو نتالي لهالمعلومات. رح ناخذ وقفه سريعه بترجعوا بتلاقوني بالتيبس. ضلكم معنا.